قطر هي الدولة العربية الإسلامية التي حيرت الأوروبيين في مونديال 2022. أول دولة عربية إسلامية تنظم كأس العالم لاقت انتقادا كبيرا من طرف وسائل الإعلام الغربية. حملة إعلامية شرسة وتهجم كبير على قطر لأنها حصلت على تنظيم كأس العالم. وكما جاء في قول الله تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. فهل تستطيع هذه الدولة العربية أن تواجه كل هذه الثقافات المختلفة الغير إسلامية التي تصب في مونديال 2022 بطابع كروي وقالب تنصيري وطامس لتعاليم الدين الإسلامي؟ كل أنظار العالم تتجه نحو هذه الدولة الصغيرة. هل تستطيع قطر أن تحافظ على هويتها الإسلامية؟ قطر إلى حد الآن هي متمسكة بهويتها الإسلامية العربية، وهذا ما شهده العالم بأجمعه. افتتاح بالقرآن الكريم، التعريف بالدين الإسلامي، صوت الآذان في قطر يداعب المشجعين ويفتح أعينهم إلى طريق الحق، لوحات بالشوارع فيها أحاديث نبوية، واستقطاب كبير للدعاة لنشر الإسلام، توزيع الكتيبات بلغات العالم للإسلام وللتعريف بالدين الإسلامي، إجبار الغرب على احترام ثقافتنا. حقا قطر نجحت قبل أن تبدأ. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.